يوم تقول الصحافة الإسرائيلية تقريبا القضاء على كل ما هو بني بالقصف تمهيدا لدخول الجيش الإسرائيلي. علاش؟ خاطر الهدف متاعهم ماهيش البنايات، الهدف متاعهم ما يقال أنه مدينة تحت الأرض اللي هي عبارة على أنفاق حماس. بعد شوية أتوا نرجعوا لهذا بالتحليل، ولكن البداية أيها المختار مع محمود عباس الرئيس الفلسطيني. اليوم في جريدة العرب الصادرة في لندن نقرأوا المقال اللي تو تشوفوه يحطوه الأولاد على الانترنت. تحدث يا أبا مازن ليراك الشعب الفلسطيني، مقال لمحمد أبو الفضل وهو كاتب مصري. محمد أبو الفضل يطلب من الرئيس الفلسطيني أنه يتكلم، يقول له تحدث يا أبا مازن بلا مواربة ليراك ويسمعك الشعب الفلسطيني، فقد مضى زمن الخلافات والانقسامات الفصائلية والتفكير في الحسابات الحركية، فالقضية تحتاج إلى قيادة قوية قادرة على قراءة المعطيات واستشراف التوقعات بصورة دقيقة. اكتب هالمقال على ما يظهر قبل ما يسمع بالكلام اللي قالوا أبو مازن، اللي الصحافة العربية والعالمية مستغربة من صمته. شوفوا الكاريكاتير هذه اللي نشوفوا فيها أبو مازن وكأنه قاعد يعمل في اليوغا في الوقت اللي غزة قاعدة تقصف وكأنه ما هوش هنا. مقالات أخرى تحكي على الرئيس الفلسطيني منشغل بتتبع منتقديه في فتح، كما مثلا عباس زكي القيادي الفلسطيني البارز اللي كانت عنده انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية. في الأثناء تحدث أبو مازن، وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء قالت أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني. ماذا يريد عباس يا مختار؟ هل هذه إدانة واضحة لعملية طوفان الأقصى متاع حماس؟ هو فعلا بالنسبة للخبر اللي تم تداوله منذ البارح يتعلق ببيان أو برقية مطولة لوكالة الأنباء الفلسطينية وفاء تنقل ما جرى بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفنزويلي. إذن واضح جدا أنه ليس هناك ثالث في اللقاء الاتصال الهاتفي، ولكن وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية نقلت بالك. والأكيد هذا نقلت كلام لمحمود عباس. بقي البرقية الأولى كانت تتحدث أنه محمود عباس يقول أنه حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وسياسات وأفعال حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني. ثم بعد ساعات اضطرت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى تعديل مضمون الخبر بالاكتفاء بأنه حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وتم حذف عبارة أفعال وسياسات حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، والفارق واضح ولكن سأقوم بتوضيحه. واضح النترة. ثم السرعة يقول لك محمود عباس أراد أنه يشري رضا الأمريكان والغرب، ولكن هو في اتصال مع رئيس البوليفاري مادورو بمعنى طبعا وهذا ثوري وما يحتاجش إلى هذا الكلام. نيكولاس مادورو أي يعني ما يحتاجش إلى، وهو وريث قلت لك الثورة البوليفارية، ما يحتاجش إلى كلام من هذا القبيل. إذن الموضوع يتعلق بالمشروعية والتمثيلية. منذ عام 88 تاريخ إعلان دولة فلسطين في الجزائر أي. تم التوافق على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل في الشتات وفي المحشر في الخارج أي؟ وهذه منظمة التحرير الفلسطينية تأسست من عام 1964 وكان رئيسها أحمد الشقيري وتضم جملة من الفصائل، أهم الفصائل اللي تضمها منظمة التحرير باش نفهموا علاش عباس يقول لك حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني. أي ضم فتح طبعا فتح أي. كل واحد كل وكل حركة عندها فصيل مقاوم مسلح عندها فتح الجبهة الشعبية الجبهة الديمقراطية الزوز تحرير فلسطين جوش أي. حبش ونايف حواتمة معروفين أي. حركة المبادرة الوطنية حزب الشعب الفلسطيني جبهة النضال الشعبي جبهة التحرير الفلسطيني منظمة الساعقة جبهة التحرير العربية
وغيرها، هذوما داخل المنظمة، هذوما الكل في منظمة التحرير الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطيني اللي هي الممثل الشرعي والوحيد باعتراف الأمم المتحدة وطبعا بسائر الدول كما جماعة الدول العربية. خارج المنظمة ثم حركة حماس والجهاد الإسلامي، والتحقت بهم بعد الجبهة الشعبية القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل اللي علقت العضوية متاعها. إذن حماس لم تدخل منظمة التحرير، ولكنها بينت إن على نواياها أنها تحب تدخل منظمة التحرير بعد إصلاحها وتطويرها، وقعدنا فكل الجدل نصلحوها نطوروها كيفاش إلى آخره. إذن هو تنازع حول شرعية تمثيل الشعب الفلسطيني، وهذاك علاش محمود عباس في رام الله يشعر أنه الأمور مش تفوته، أنه البنسات مش تسحب من تحته، أنه هاك المنظمة التحرير اللي هي الممثل الشرعي والوحيد قاعدة بفعل ما يجري على الميدان تسحب من المنظمة وتسحب من هو بالتالي، لأنه رئيس المنظمة ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. لكن الطبيعة تقبل فراغ بالضبط، لأنه منظمة التحرير عندها مدة راخدة تضرب في النوم في سوبات طبعا، والطبيعة تقبل فراغ، ولذلك تم خذات الفصائل الفلسطينية وخاصة خارج المنظمة كما حماس، ومن خلال ذراعها العسكري كتائب القسام خذات المبادرة في مثل في العملية الأخيرة طوفان الأقصى، كما قبل خذت حركة فتح من خلال الذراع العسكري انتهى خذت أيضا المبادرة. يعني كل مرة وقت اللي ترقد المنظمة وتغيب على دورها التاريخي في قيادة النضال الفلسطيني بما فيها الفصائل المقاومة، تلقى هذه من هنا جاء مختار الحديث على أنه يعني العالم الكل تهز وتنفض ويقول أنه لن يكون ما بعد 7 أكتوبر كما ما قبل 7 أكتوبر. عباس مازال غادي في الشرعية وإحنا نمثله وأنتم ما تمثلوش، واحد ثم اثنين يقولك محمود عباس لم يرتقي للحظة، هذا الرئيس لم يعد يمثل الشعب الفلسطيني وندخل بين الشرعية والمشروعية بدليل يا مختار، وماذا بي أنت تعطيني قراءتك في هذه يا أخي؟ شبيه ما تكلمش يا أخي، راو ما تكلمش، راو ما تكلمش. بايدن تكلم 4 مرات، اسمه باراك اسمه رئيس الوزراء نتنياهو الإسرائيلي يتكلم كل يوم، لماذا لم يتكلم هو عباس؟ وينه هو؟ ايه هو تحدث بعض المرات، ولكن كما قلت تصريحات منقولة بسيطة، واخرها في زيارته الى عمان وين التقى بوزير الخارجية، ما عطاش خطاب لشعبه، ما تكلمش لشعبه. المشكلة كما ذكرنا حمزة، لانه هو حتى في حديثه ومفاوضاته، لانه الكلام نتاعه مع رئيس الفنزويلي، ولكن المقصود بالعنوان هما الامريكان، وزير الخارجية الامريكي لما جاء واعطى اطلعوا على بعض ما تنوي الجيش الاحتلال الاسرائيلي يعملوا في غزة في شمال لها كما ذكرت عندي مضوحين، هو قالوا لا يمكن، قالوا هو غزة كلها الآن هي مسؤولة عما حصل في يوم 7 أكتوبر. فعباس يحب يقول لهال الأمريكان وغيرهم أنه الشعب الفلسطيني في غزة مش بكله حماس، وما تفعله حماس لا يمثل الشعب الفلسطيني، لأنه منظمة التحرير هي فقط تمثل الشعب الفلسطيني. قلت لك هذا حمزة، لكن كما ذكرت أنت الناس مستغربين يقول لك هل هذا وقت مناسب أنك تقول أنا نمثل وما نمثلش، احنا نمثل ومش هو بقى الفرق. لاحظت الفرق بين أنه نقوله محمود عباس حاب يقدم خدمة مجانية للإسرائيليين، قال لهم حماس لا تمثل الشعب وأفعالها وسياساتها، كما قلت لك البرقية عدلت نحت أفعال وسياسات وخلت فقط حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، كما قلت لك في علاقة بموضوع المنظمة، وكانوا لا يدين يعني العملية، ولكن المنظمة أنا كي نقرأ بالتعديل تعديل، لأنه هذا هو المقصود، لأنه هو كان ينجم يقول الوكالة الأنباء الفلسطينية وفاء يعطيها حاجة أخرى، يقول تحدثت مع الرئيس الفنزويلي على ضرورة النضال المشترك لإسقاط دولة إسرائيل أو رميها في البحر، هكا ولا ما كان حد معاها؟ لأنه هو اللي قال الوكالة نتاعو باش تعطي خبر على أساس الرئيس كان في اتصال تليفوني، مش تصريح صحفي ولا تمام، يعني هو اللي حب مثل هذا التصريح. إذا ما تصورش واحد يحب التصريح ويعطي هو التصريح يعطي تصريح ضده بمعنى أنه يندد بما حصل من حماس. إذا الموضوع يخص التمثيلية، ولم يختار الوقت المناسب كي يتكلم، لو واصل في الصمت لكان ربما كان أفضل خير، كان خير، وإلا ننتظر أنه يتوجه للشعب الفلسطيني بكلمة محمود عباس. نمشيه إلى ثاني الملفات بالنسبة لليوم مخو، باش نحكيه على موضوع شنو تحب إسرائيل من خلال دك شمال غزة. متفاهمين
انتقام وضرب وضرب حماس، ولكن الصحافة الإسرائيلية اللي عندها مقالات تحليلية متقدمة شوية الحقيقة فيها معطيات النجم ناخذوها بعنوان بعد حاملة الطائرات بايدن لإسرائيل لكم غزة ولحزب الله، اكتب ألون بن دافيد في جريدة معاريف الإسرائيلية نهار 13 أكتوبر اللي فات. نقرأ لكم باش تفهموا ربما ما يعد له الجيش الإسرائيلي، وباش تقولي رأيك فيه يا مخ. يعد الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء خططا عملياتية جديدة تختلف عن كل ما خطط له حتى الآن في قيادة الجنوب. الخطط العملياتية في الماضي قامت على أساس مناورات سريعة ومركزة على مراكز قوة حماس وأعدت بمنطق الجولة، أما الآن فيعدون خطط بعيدة الأثر بمنطق الحسم. اسمع مليح. أيوة. النية تدمير معظم المنطقة المبنية في شمال قطاع غزة من خط الشجاعية شمالا، كل مدينة غزة، جباليا، بيت حانون، بيت لاهية. تعتزم إسرائيل تفعيل قوى نارية لم يشهد لها مثيل في أي من حروبنا السابقة ودحر سكان شمال القطاع إلى قسمه الجنوبي. عندها ستدخل القوات المناورة لن تكون على الأرض مبان ولا مدنيون، سيركز القتال على رجال حماس الكامنين في أنفاق غزة التحتية. هذه القراءة الإسرائيلية. أنفاق غزة التحتية شنو حكايتها؟ بين الواقع والخيال، شو فما تحت غزة؟ يقال أنه فما مدينة من الأنفاق. اسمه معايا هذا التقرير الإرم نيوز. وصفتها حماس بالسلاح الاستراتيجي، يعود تاريخ حفرها إلى تسعينيات القرن الماضي، وبدأت عن طريق حفر أنفاق بدائية لا تزيد أقطارها عن 50 سنتيمترا لأغراض تهريب السلاح الخفيف والبضائع. حينها استخدمتها الفصائل الفلسطينية في عمليات عسكرية عدة، كانت أولها عملية تفجير موقع ترميد الإسرائيلي في رفح جنوبي القطاع عام 2006 عبر نفق طوله 150 مترا، ليكون هذا التاريخ تدشينا لما عرف لاحقا بسلاح الأنفاق الذي نذكر من أمثلته أيضا عملية اعتقال الأسير الإسرائيلي الشهير جلعاد شاليط التي نفذت عبر الأنفاق في نفس العام. تقول الفصائل الفلسطينية وبحسب بي بي سي إن أنفاقها تمتد لمسافة 500 كيلومتر تحت الأرض، علما أن مساحة قطاع غزة بالكامل لا تتجاوز 365 كيلومتر مربع، ما يعني أن الأنفاق قد تمتد إلى ما هو أبعد من القطاع، مؤكدة أن ما دمر منها خلال محاولات إسرائيل قصفها هو 5% فقط، وذلك في أعقاب صراع عام 2021. يعتقد أن أنفاق قطاع غزة تصل إلى عمق 30 مترا، أي ما يقارب 100 قدم تحت سطح الأرض، ولها مداخل تقع في الطوابق السفلية للمنازل والمساجد والمدارس والمباني العامة، ما يجعل مستخدميها في مأمن أثناء عمليات القصف. وكلف بناؤها ملايين الدولارات التي تتهم إسرائيل فيها الفصائل الفلسطينية على أنها حولت هذه الأموال الممنوحة لغزة كمساعدات لإعادة بناء المنازل إلى أساس في بناء شبكة الأنفاق هذه، والتي تم تشييدها بإسمنت محصن وعلى امتدادات طويلة. هل واضح وصريح مختل خلفاوي شو يحب يعمل الجيش الإسرائيلي بكلام الصحافة؟ التدمير غزة فوقيا ثم الدخول لاستهداف هذه المدينة كما يقال متاع الأنفاق الموجودة في غزة، شو رأيك؟ هو بطبيعة الحديث اللي كان يدور الأيام الأخيرة يسموا فيها الاشتباك والدخول حرب برية، بينما هو الخطة كما يتحدث عليها العسكريون والخبراء الإسرائيليون في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وانت كنت تحكي على واحدة منهم، عندهم خطط بعيدة المدى. هم يحبوا أرض محروقة غزة، يعني يتم محق وسحق ومحو الشمال، شمال غزة، وفي السرة من شمال غزة هي مدينة غزة طبعا، رفح وجباليا وغيرها من المدن والبلدات الصغيرة اللي بكلها في شمال القطاع وهي الأقرب إلى المستوطنات، يتم محوها تماما ثم تهجير سكانها. ولا وتهجير سكانها بدأ نحو الجنوب صحيح، وأيضا إذا فتح المعبر نحو مصر
نحو مصر. وي. إذن واضح الخطة، لأنه بعض العرب إلى حد الآن يتصور يقول لك الحرب البرية وكينا مش تكون حرب برية تقليدية. هو سلاح الجو الإسرائيلي سيتكفل بالأمر من خلال يعني تسوية المباني في غزة بالأرض، بعد ذلك بتجي المرحلة وهي المرحلة متاع الاستئصال اللي هم يفكروا فيها، الاستئصال حركة المقاومة الإسلامية في غزة من خلال مبناته، هي ما عملته من أنفاق. الحديث هذا مش حديث صحفي فقط، هو حديث أنا سمعته المدة الأخيرة من قيادات فلسطينية موجودة في الدوحة. متعرف أنت إسماعيل هنية موجود في الدوحة، في الدوحة أيه، والقيادات نتاع حماس أيه، في الدوحة أيضا أيه، والبعض في بيروت أيه. والوجود السياسي الرسمي تقريبا الوحيد في العالم ورسمي هو في الدوحة. الدوحة لدير أصدقاء طوي ينتقدوا فيها على ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تنتقد فيها زعما لأن هي ممثل عندها المكتب حماس يا رجل، وعندها كما قبلنا عندها مكتب طالبان، عندها توه طالبان أيه، عندها توا طالبان اللي في افغانستان وي. المكتب نتاعها في اثناء المفاوضات كله موجود في الدوحة. الدوحه ضبط وي، تقوليش الدوحه دوله ممانعه يعني لا لا، ولكنها دور معين. دوله تلعب في دور معين، دور كبير، دور كبير وي. دور كبير وي. في المنطقه قلت لك ديما تقال برشا كلام على انه هذه خرافه نتاع الانفاق. لا كنت اعترفوا به محمد بركه، هو احد القيادات الكبيره في حركه حماس، تحدث وقال انه فعلا استثمرنا في الانفاق. داير عنا وعدينا حتى الصور تقريبا الجزيره القناه الوحيده اللي نجم تصورها، وصورتها بالصور وعرضت الصور على موقعها الانفاق. هذيك مش صورتها هي، هي تم تسليم التصاور طبعا، وصلوا لها التصاور من القسام، من القسام يعني هما حتى المساعدات أي. حكيت على المساعدات بما فيها المساعدة الشهرية اللي تقدمها قطر، قطر يعني يقول لك توجه لبناء مدينة أخرى صحيح. تحت الأرض مدينة أخرى. إذن احنا طبعا ما احنا ماشيين الآن إلى الأيام القريبة، ينبغي أن نكون واعين بالخطط الإسرائيلية. كلمة مخ كلمة فما فيها رضا أمريكي ودعم أمريكي واضح صحيح. كلمة، هل تعتقد لأنه فما برشا ولا يشكوا تو بمان وبطاط الهجوم البري، مازال الهجوم البري سيحصل بالنسبة ليك؟ طبعا هو الدخول في البر هذا هو الخطة الإسرائيلية. وصلوا حتى ضربوا البر، ضربوا المستشفيات صحيح. يعني ضربوا المستشفيات، قال لك المستشفيات بتدخل ليش مساعدات من المعبر رفح، علاش حتى انها ما عادش تولي عندها خدمة وتنتقل وتهج الى الجنوب اذا سمحوا لها. حتى الناس النازحين اللي ماشيين للجنوب، قوافل نزحت الى الجنوب ضربوها في الطريق، قصفوها من الجو وهي نازحة الى الجنوب. يعني عملية هي عملية إبادة جماعية غير مسبوقة. والعجيب كي تشوف انت المستشفيات اللي في العادة تكون عندها نوع من يعني حصانة، حصانة صاروا قصفوا عليها البارح، دون اي مدرسة الأونروا في غزة قصفوا عليها ايضا البارح. يعني ما عاد ثم ودون حتى خطوط واضحة، ودون العالم. اي ادانة، بالعكس يفرقصوا على تبريرات لما تقوم بها اسرائيل. شكرا ايها المختار، واضحة وصريحة الامور من هذه الناحية. المخ في مخادرته يرجع بنا لاحياء ذكرى الجلاء بعد الفاصل. مخ الهدرة في 90 دقيقة، البرنامج السياسي الأكثر مشاهدة على اليوتيوب، عودة بالتحليل والتعليق في متابعة حينية للأخبار والأحداث في تونس والعالم. وجديد الدوسي.